السلام عليكم. هذا سوق السبت جحجوح، اليوم السبت 24. إذن هو هذا السوق. احنا خارجين دابا من السوق، السوق مقارنة بمكناس غيكون هذا احسن. الله يرحم الوالدين. الطوموبيلة زيرات، الطوموبيلة بغات تزير وصافي. دابا ملي كيشوف واحد داخل وعروها صافي، غادي نقطع حتى نخرج من هاد الزحام هذا. أجواء السوق هي هذه، سوق السبت، سبت جحجوح. غندير لكم واحد القطعة من السوق، ولكن غتكون فيديو ديال السوق بوحدها خاصة. هذا الخروف الكحل هذا ما بين 2000 و 3000. لا جيتي نشوف انا كنصور. شحال خداو داك الخروف؟ ديك ديالنا حنا. ديالكم شحال؟ بدري هذيك وزعت المغرب. شحال؟ 78. تبارك الله. احسن في المشكلة 90. راني عارف خلاص، راني عارف. الله يحفظك اخويا، الله يعاونك، الله يعاونك. تبارك الله. هادو راه واقفين هنايا، دابا خصني ندير شوية هاد الفوضى باش ن وقت تيشارجي. ها هو اش هنا ما باغيش يزيد. اللهم شوية د الفوضى لابد منها. الجمعية الاجتماعية الخيرية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. كان هو هذا السبت. دابا غنرجعو مع الطريق الاخرى اللي كتخرج لراس الجيري، الطريق ديال توجيت غنطلقها هي الاولى، غنطلق ديال الغنم هي الاولى. وفاش غنطلق الطريق راه غنطلق لاليه هو الاول عاد الروتي.
هذه هي سبت جحجوح. دابا راه حنا 9:06 كاين قيف عندي على اليمين الحاجب من هنا مكناس على الطريق اللي جينا منها قبيله حتى من هنا نتا تمشي لراس جيري يدوز هو
غايبه. الطريق غايبه هي فاش تكون الطريق في الحدوره لتحت وما بايناش. يتحل الخط باش يتحل الخط باش ندوبلو. نعم غادي يتحل. هو يتحل هذا هو جري مشينا على اليسار غنمشيو حتى لحد حديت ميمون كتدي حتى الولماس. على اليمين غناخذو المكناس على راس جيرمي العوينه كبيرة من هنا اللي بغى يمشي للسبت. يعني كاين جوج طرقان، طريق راني جيت معاها وهذا الطريق راني راجع معاها ان شاء الله بحول الله. باش اللي بغى يجي للسبت يعرف بان كاين جوج طرقان. والمسرحة المزيانة هي هذه، الاخرى رقيقة. اللي ما كيعرفش يسوق في الرق الطرقان الصغار يدوز بحالو من هنا. هذا هو راس الجير. دونك راه كل جوله غنحطها بوحده، طلع بوحده ولا هبط بوحده. او الفيديو نتاع الغنم بوحده الدودان كاع ما باين. هاد المنطقة راه مشهورة بالزيت والزيتون. لا جوندارموري الله أعلم كاينة ليها في الدخلة هنايا الفوق. اشغال تقوية الطريق الجوي 701 دونك كاينة الاشغال. الاشغال ديال الطريق بحال الشارع ديال فريد الانصاري راه تشل العامين البارح. اشغال ديال الطريق ولكن راه ما تبدا حتى يفوت العيد. غادي يمكن راه بداو الخدمة، دايرين لي بانو تاع الخدمة. قلتلكم على الشارع ديال فريد الانصاري راه تشنو خلاص بحال يعني انطلاق الاشغال. ولكن نورمالمون دابا غادي يقول لك اودي راه العيد، راه العيد يعني حتى المور العيد خدمه. الشركات الكبار راك عارفينهم. المهم جي بي اغ راه دارت البانو ديالها وسمحوا ونعتذروا عن الازعاج ولكن راه غير المهم تشينو صافي. راه حنا يعني
كاينه النيه، كاينه النيه نتاع باش يصوبوا الطريق، راه كاينه النيه. ها واحد باقي الخروف اي فوقاش غتصوب الله اعلم. المهم دابا العيد بعدا، كاينه كاين لو بريتكست تاع العيد، والعيد ولي زوفغيي ولي مانوفغيي كيمشيو بحالهم يعيدوا في ديورهم. وفاش يفوت العيد ان شاء الله هاديك الساعه يشوفوا شي واحد اللي يتكلف بالضو، بين ما يدبروا على شي مول الضو ولا هذا، خاص واحد الشهرين، واحد الشهرين ولا ثلاث شهور. وعلى مولي انا نتمنى يعني باش يبدا الاشغال قبل اللي شاف الفيديو نتاع الذهاب هيا سبت جحجوحة كوراي، اللي شاف الفيديو نتاع الطلوع فاش طلعت لسبت جحجوح، ها الطريق معامل زنا هي هادي هي الطريق معامل مشيت قبيلة. ها الطريق راه رقيوقة، هادي اللي على اليمين، هادي راه رقيقة. الطريق اللي مزيانه هو تمشي نيشان حتى لراس الزيري ودور على اليسار، هادي تتدي لأي تعيسه وعدي، أي تعيسه عدي. هادو لي فيراج ديال راس الزيري، منظر زوين ولكن جايه الشمس، الشمس ضاربه في الكاميرا، غاديش تقبض مزيان اللقطة، ما تبانش ديك الخضورية نتاع الطبيعة مع هاد الواد هذا ديال الواد ديال جيري. هاد الواد راه غادي حتى العين السلامة، هي ما غاديش تشوفوا يعني النظره يعني حقيقيه، ولكن تنقرب وصافي كنقربكم من هذا المنظر. هذا لحقاش المنظر مع خاصك تشم الهواء ديال هاد الطبيعه هذه، الهواء النقي، واخا كاين شويه الحراره 31 دابا. الدورة غتدينا حتى العين ديال السلامة، العوينة تنقولها العوينة تجري ولا حمام جري، غديرين فيها حمام زويون. اي هو الماء ديالها راه غير صالح للشرب، هذا باش نكونو هذا
الماء ديالها راه غير صالح، وراه كاتبينها عليها، راه كاتبين عليها بان الماء غير صالح للشرب. هذه عوينه الماء ديالها سخون، الحمام يعني ما تيسخنوه ما والو، تي سخون طبيعيا من عند سيدار. خاص الانسان يمشي بشويه، ما عمرك تمشي بالسرعه في لي فيراج، دير فيتاس فرام موتور وخليها تمشي راسها. يعني كاين بزاف اللي كيسوقوا بالكسيراتور في, في, في يعني في لي فيراج كيسوق بالكسيراتور والفران على هكا الحدوره، تيكسيري ويفراني يعني تيضيع الغازوال اكثر، و تيضيع الفرانات يعني تيخرج على لي بلاكات دغيا. هكا كدير فيتاس و تتخليها هابطة راسها، فيتاس فران موتور. دابا كاتريام هي هابطة يعني سرعة معتدلة. هاد الطريقة كدوز لي تيعزم هاد الطريق على اليمين على العوينة، ولكن بلا ما تمشيو معاها. انا نقولها لكم نوصيكم، عندك تمشي تقول غدوز لي تعزم من هنا، راه ما فيها ما يدار. طريق رقيقه ودقدقه، جرادة يسحبني فريخ الساعة جرادة. هات اي تعزم على اليمين باش يمكن رقيقه من هنا، ولكن داك الطريف اللي طالع من العوينه راه ما زوينش.
قطع الغنم في الطريق هي ما قلل السرعه. واخا تبان لك الغنم قطعات الغنم قطعات، ولكن اغلب الاحيان الكلب تيبقى متلي اللور، تيبقى معطل في كفيه. واخا تدوز الغنم خصك تحضي راسك من الكلب. هذا السر الدقه ديالو هو خايبه. شحال واحد الكلب الله يستر شخشخلو السياره، هذاك البارشور القدامي زلعوه ما تيخليش فيه، كتمشي الرادياتور كتمشي بحال ضربتي الله يستر طنق. الله يحفظ الله يحفظ الدروس الله يستر وصافي الله يسترنا ويسركم. اخر في العيد عند حسن شي وحدين عطاو الرقم ديال التليفون ديالو، شي وحدين في مكناس كاع شي وحدين، ولكن اللي واحد يعني العبره من واحد الكلام، وانه قال تيقول بانه مثلا في مكناس باع احسن من هنا السوق، الثمن اللي شد في مكناس احسن من السوق. يعني الانسان فاش تمشي عندو الكوري راه تيبيع لك باش بغا، باش نكونوا ماشي بحال السوق. السوق كي نسبيا كيتباع بزاف ديال المسايد بزاف ديال المعايير. فاش تكون في الكوري وفي الدار عند السيد راه حتى هذيك هضره اخرى. غير هو السوق المسألة اللي خايبة في السوق هو اش واكل الخروف واش فيه شي ديفو. فهمتي راه تقدر تاخذ خروف بعض المرات تلقى شي خرفان رخاص، تيجي تقول لك راه مثلا اما شارف كبير بزاف اما مثلا فيه شي ديفو. خص الانسان في السوق يحضي راسو، السوق خص يكون ان كونيسور عادي يشري من السوق. الطريق الوطني رقم 6 على اليسار راه تولال، راه تولال على اليسار. نخرجوا دابا للطريق 7023 على اليمين لوتوروت، هي اللي فيها الاشغال دابا اللي كيوسعوا، نخرجوا لها. هذه على اليمين لوتوروت، على اليسار كتهبط الكليات الحقوق. دايرين الجمال ناقات ناق حليب الناقة. إذا دابا يقول راك في مكناس وصافي.
باينين خرجوا يديروا الرياضة وعياو تولا تيشير تيشيرو. هاد الرادار هذا ها هو على اليمين راه تيقبط دابا دابا غيقبط لي تيقبط من الدار ما تيقبطش اللي غاديين للرباط لا تيهبط تيقبط اللي داخلين المكناس. وعندك كاينه 80 تما 80 تيقبط على 80 ماشي عليها هاد 60 هادي هنا كاينه 60 ولكن قبل كاينه 80 واحد راه ثاني مره حنا في الدار ديالو سيسا في الدار ديالو راه كاين تلاقيتو في السوق ها اوتيل داليا على اليسار والدروغري داليا كونتوار داليا مرجان سوبر مارشي على اليمين ومرجان حي مرجان على اليسار نهبطنا نهبطو على اليسار شارع محمد السادس وعلى اليمين طريق اكوراي طريق يتعزم اكوراي ني الا مشينا نيشان طريق فاس تبارك الله عليكم هنا كتسالي هاد الجولات اليوم تاع الرجوع رجوع لو شومان دو غوتور شوفو نطلعو على هاد الخرفان ديالهم هنا واش كاين شي باش تيشريو الناس ولا لا باش تيشريو الناس ولا لا ما كاين شاري هنا شارجي واحد الاخر ما عرف منين جايبينها غير شارجي هاد الكاميون بارك الله عليكم